السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، نعرض لحضراتكم فيها أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة. البداية كالمعتاد بفقرة المقاطع المتداولة. مهند القيسي، الوطن حتى الموت، فيلم وثائقي سيعرض يوم الجمعة الموافق للخامس من الشهر الجاري، وهو عن مجزرة ساحة اعتصام النجف بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى لها، وسيسلط الضوء على شهادات وصور تعرض لأول مرة لتبين من قتل مهند ورفاقه في تلك الليلة الدامية، ليكون بمثابة وثيقة قانونية تدين المجرمين المتورطين بسفك دماء المتظاهرين. نتابع لقطات من الفيلم، وبعدها نستعرض معكم بعض التغريدات على تويتر التي كتبت تحت واسم الوطن حتى الموت. عندها قام المتظاهرون بالهروب من داخل الساحة إلى خارج الساحة في الأزقة والشوارع المحيطة بالساحة، وتمت ملاحقتهم من أصحاب القبعات والمسلحين المتواجدين هناك إلى مناطق بعيدة خارج الساحة. تماما كما بدا لكم، فإنه من الواضح أن الفيلم لا يزال تحت التجهيز وسيعرض الجمعة المقبلة. عموما قراءة في أبرز ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. نذهب إلى تويتر، كتب محمد سيد مقتدى الصدر: أنت وجماعتك قتلتوا ولدنا بالنجف، حركتوا قلوب أمهاتهم، وبالأخير طلعت تصيح جرت إذن. هاي الجريمة راح تبقى ملاصقة إلك ولتيارك المجرم، انسى انه تنسى بمرور الوقت، ما دمنا احياء لن ننسى الوطن حتى الموت. الى تغريده جديده نذهب اياكم. سجاد يكتب: اذا اكو واحد بالعراق يستحق يكون قدوه فهو ام مهند. هاي الانسانه صبرها وثباتها وقوتها لازم يدرس، لازم كلنا نتعلم منها الثبات على الحق بوجه كل ظالم. لو كل الناس مثلها ما تسكت على حقها ما كان صار هذا حالنا. الوطن حتى الموت إلى تغريدة ثالثة نذهب إياكم، وكتبها حيدر. يقول حيدر: شجاعة مهند بوقوفها بوجه مجرم وقاتل مثل مقتدى هو بحد ذاته ثورة. ظهرت مهند بعد مقتل ولدها مهند القيسي على يد عصابات مقتدى أثناء اقتحام ساحة الصدرين. الوطن حتى الموت هو وثائقي ليبين كيف قتل أو كيف قتل وحرق عصابات مقتدى الساحة وبشهادات حية أثناء الاقتحام. الآن إلى التغريدة الأخيرة في هذا الموضوع، وهي للينا. تقول لينا: لا ثورة تنجح بوجود عمامة عميلة، ولا تظاهرات تفلح بوجود رجالات رذيلة. العراق لن تقوم له قائمة إلا قائمة الشهداء الطويلة وأصوات الجياع وبكاء الفقراء. على رغيف الصبر تتلوى الفضيلة، وثورة وساحة التظاهر والاحتجاج ما هي إلا للبعض أطماعا. الوطن حتى الموت. ومن ألم إلى ألم، إلى خريجي العراق ومعاناتهم الكارثية وقصصهم المؤلمة في البحث عن عمل أو وظيفة تليق بهم وبشهاداتهم في ظل حكم الفساد والفاسدين والمرتشين. قصة الآن عن شاب خريج لغة إنجليزية انتهت به الظروف إلى أن يبيع الشاي في الطرقات. الشغل مو عيب، أنا خريج لغة إنجليزية وأبيع شاي. Hey what's up guys, my name is Ali. I get American accent like IELTS certificate. I'm a lot of time in conversation with a lot of people. Don't be weak, you're gonna be strong in everything. طاقة شبابية هائلة مع الأسف تهدر وتذهب هباء بفعل للأسف بعض المسؤولين الذين لا يراعون الله ولا الرعية بما استخلفوا عليه أو بما انتزعوه من الشعب أو بما وضعوه لأنفسهم فحللوه وعلى الشعب حرموه. المتحكمون بقوت الشعب العراقي هكذا يريدون لشبابه أن يكونوا، يقول نشطاء. الآن إلى بائع الشاي، وهي قصة ضياء المؤلمة التي هزت مدينة السماوة. أو من بائع الشاي إلى قصة ضياء المؤلمة عفوا، وهي قصة
هزت مدينة سماوة جنوبي العراق. وضياء هذا هو شاب خريج جامعي ومن الأوائل، لكنه للأسف أقدم على الانتحار بعد أن تم استبدال اسمه بالتعيين بأسماء لآخرين حسب المحسوبية والرشاوة، حتى وصل به الحال إلى اليأس والانتحار بعد أن رأى سرقة حقه وكيف يعطى لمن لا يستحقونه. كل شخص أنه بعد انتهاء مرحلة الدراسة الجامعية الأولى يحلم بفرصة التعيين بالعراق. كيف إذا كان هذا الشخص هو من أوائل أو من الأوائل على دفعته بجامعة المثنى كلية الإدارة والاقتصاد لسنة عام لسنة 2017-2018؟ ضياء اللي انفجعت مدينة السماوة بحادثة انتحار اليوم والدي طالب عدة مطالب. حجينا بعد فقدانك الضياء قابل صورته واقف، ليش؟ لأن ضياء قدم شيء يعني ما قدم، ما أقول لك يعني أنا بالنسبة إلي يعني أولا أنا والدي، بالنسبة لضياء يعني على مستوى الجامعة والكلية الدكاترة كلها راضي عليه. ليش؟ لأنه إنسان يمشي بطريقة ويرجع بطريقة. شنو اللي صار ويا ضياء؟ ويا ضياء يطلع تعيينه ويتبدل، يطلع تعيينه ويتبدل، يطلع تعيينه ويتبدل من 2018 لحد يومنا هذا. يطلع تعيينه ويتبدل، يطلع تعيينه ويتبدل من 2018 حتى يومنا هذا إلى أن أقدمه على الانتحار. نعرض إليكم أو عليكم الآن بعض التعليقات التي كتبت على الفيسبوك تعليقا على هذا الموضوع. طارق يكتب: التعيينات تخصص للكتل والأحزاب، وإن لم تنتسب للكتلة لا تتعين. الآن إلى تعليق آخر وهو لقطرة الندى تقول: هذا حال العراق اللي يتعب روحه ويأخذ شهادات ما يحصل شيء، فقط إذا واسطات وأحزاب تمشي أمورك حسبنا الله ونعم الوكيل. نذهب إلى تعليق جديد. في هذا التعليق الطائي يكتب: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر، دمرت أحلام الشباب إلى درجة اليأس من الحياة في ظل أحزاب القتلة والفساد. إلى التعليق الأخير. في هذا التعليق مروة تكتب: الله يرحمه ويغفر له، أنا مثله والله، ست مرات يستبدلون اسمي وفوضت أمري للواحد الأحد. إذن هي ظاهرة مع الأسف موجودة بكثرة. بدلا من تكريم من سهر الليالي وكد وتعب ودفع وبذل من ماله ومن صحته واجتهد فنال درجة عالية في جامعته وكان من أفضل من ينبغي أن يتسيدوا مثلا في مواقعهم الريادية، بدلا من كل هذا يلقون وأحلامهم على قارعة الطريق، يقذف بهم إلى المجهول، وفي النهاية يكتفي بعض المسؤولين بالتقاط صور التذكارية على جثث الضحايا، هذا إن فكروا بزيارة ذويهم أصلا. الآن إلى تظاهرات عدد كبير من الفلاحين في قضاء صفوان والزبير في محافظة البصرة، مطالبين بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران لمنع دخول محصول طماطم مستوردة. وأقدم المزارعون على قطع طريق ميناء أم قصر، وذلك بعد خسارتهم الكبيرة بانخفاض أسعار محصولهم بسبب غزو السوق بالمحصول الإيراني. نتابع. مزارعين قضاء الزبير قطع تام للخط السريع وسيطرة الفتحة البرجسية وحقل الرميل الجنوبي. طريق الموانئ العراقية، طريق ميناء قصر، الخط السريع، طرب حقل الرميلة الجنوبي، قطع تام من قبل مزارعين قضاء الزبير وناحية صفوان بسبب تراجع الأسعار. ويعاني العراق من تخريب ممنهج لأراضيه ومحاصيله الزراعية من قبل الميليشيات الموالية لإيران كما تعلمون، ويكتب الكثير من النشطاء. في مقابل هذا نجد أن هناك زيادة على الواردات الإيرانية من الطماطم والمحاصيل الزراعية الأخرى. في المقطع التالي: القوات الحكومية تحاول تفرقة المتظاهرين الذين خرجوا غيرة على أرزاقهم ومحاصيل بلدهم، الحكومة تفرقهم بالقوة.
أي شكل من أشكال المعاناة ظل ولم يجربه الشارع العراقي، معاناة على مستوى الأمن، فتجد من يقتل فقط لأنه أراد أن يقول رأيه، معاناة أخرى على مستوى الحياة، فتجد من يقاد للأسف إلى الانتحار لأنه لم يحصل على حقه، ومعاناة لآلاف من أرباب الأسر الغيارة على قوت عيالهم وعلى محاصيل بلادهم، يخرجون حتى يقولوا كفى للواردات الإيرانية لا تدمر المحاصيل الزراعية العراقية، فتواجههم الحكومة ليس بالورود وإنما بالأصي والهروات وأحياناً بالرصاص الحي. قراءة الآن في أبرز ما كتب على مواقع التواصل تعقيباً على ما شاهدنا في فيسبوك. يوسف يكتب: إذا يريدون قطع الاستيراد لازم يلتزمون بتسعيرة معينة متوازنة بين المنتج والمستهلك، مو يرفعون الأسعار ويصير الكيلو أكثر من 1000 دينار. رسالة موجهة إلى جهات مختلفة. حسين يقول: هذا حق الفلاحين، لأن جاي يخسر، بس بنفس الوقت الفقير بضيم، لأن إذا قلت الطماطة تصير بثلاثة الكيلو وإن شاء الله خير. هي دعوة أيضاً للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بالمنتج الوطني. أكرم صبار يكتب: والله المفروض البصرة كلها تساندهم. إلى التعليق الأخير الآن وهو من نصيب فلاح يكتب: المشكلة ماكو فرق بين التاجر والسياسي، كلاهما يستغل حاجة الشعب لمصلحته، ولهم الحق بأن يتظاهروا إذا تعهدوا بأن يتم تشكيل لجنة لتحديد أسعار الطماطم بعد أن يمنع استيرادها. إذن مشاهدينا، الحال في فيسبوك متراوح ما بين مناصرة المنتج والمنتج العراقي على مستوى الزراعة، ورفض المنتجات والواردات الإيرانية، ورفض أن تكون على حساب المنتج والمنتج العراقي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك كثيرون يطالبون بضرورة أن يكون هناك مراعاة للواقع الاقتصادي والظروف المعيشية الحالية في العراق، فيقوم التجار بتخفيف الأسعار. الآن إلى عمار إبراهيم، وهو مبتعث عراقي من قبل الخطوط الجوية العراقية للتدريب في اليونان. قطع الاتصال معه خلال طلعة جوية تدريبية ليتم العثور على جثته يوم أمس داخل حطام الطائرة بعد 5 أيام على فقدانه. نشاهد هذه الصور. إذن هذه هي الصور التي يظهر بها عمار إبراهيم الذي عثر على حطام طائرته بعد 5 أيام من فقدان الاتصال بالطائرة. عائلة عمار ظهرت في فيديو بوقت سابق وهي تنتقد فيه التقصير الحكومي من قبل الحكومة، ولم تشكل أي لجنة للبحث عنه أو التحقيق بالحادث. نتابع. مروان العبيدي أخ الطيار المفقود باليونان، أخوي طيار متدرب على الخطوط الجوية العراقية انفقد باليونان، صار له 4 أيام، مصيره مجهول، ما إلى أي أثر لحد الآن، ما شفنا أي تحرك من السلطات العراقية أو الوزارة الخارجية ببيان رسمي أو تحديد بيان أو تصريح. لحد الآن فقط اتصال مع إعلام المطار فقط وإعلامنا. البحث جاري والبحث موجود وكل شيء ماكو لحد الآن. ختام فقرة المقاطع المتداولة سيكون بالتعليقات التي سنقرأها عليكم الآن، بعدها ننتقل إلى الفقرة التالية. إلى التعليقات، وفيها هامي يكتب: يا حكومة عيني بالله، أنت أخوك انفقد خارج البلاد، تعال يا أخوي انفقد بداخل البلاد من 2014، لسه ولا واحد قال وين، ولا واحد قال شكو، خلي عينكم بعين الله. الآن إلى تعليق جديد. وسام يكتب: الدولة شكاشفة على مود تكشف هاي الحالة. بعد وسام إلى كريم الذي يكتب: كفيلكم الله ومحمد وعلي كلهم كذابين، ولحد الآن ما حد مبلغ أهله، وسمعنا عن طريق القنوات والتواصل الاجتماعي، وذي تشمه أو إمه ضربتها جلطة وفقدت
قرة عينها هي الحكومة العراقية. ربما كانت هذه التغريدة أو التعليق الأخير معنا، وهو لمحمد السلطان الذي يقول شوف إيش قد البشر عندهم عزيز ومواطن من غير بلدهم، ودخلوا إنذار وسخر وجميع ما يحتاج الوضع، وإحنا عندنا حكومة تقتل شباب بعمر الورد بدم بارد. هذه كانت أبرز التعليقات على فيسبوك في الموضوع الأخير. الآن نخرج إلى فاصل ومن ثم ننتقل إلى الفقرة التالية، ابقوا معنا. نقرأ الآن عليكم الرسالة التي وصلتنا تماماً من صاحبها عبر صندوق الوارد. الرسالة ستظهر أمامكم في هذا الصندوق الآن، ويقول صاحبها شهدت مناطق أرياف شمال بابل تحديداً منطقة البوشمس والخضر حالة من الخوف بين الأهالي. الخوف من ماذا؟ من بطش الميليشيات ونزوح جماعي بعد دخول ميليشيا حزب الله وانسحاب قوة لواء علي الأكبر. نرجو من قناتكم الكريمة الوقوف مع أهالي شمال بابل كما عهدناكم. هذه الأخبار التي تأتينا تباعا مشاهدينا الكرام، ننقلها لكم من خلال حلقات تواصل دوت كوم ومن خلال نشرات الأخبار والبرامج التي تبثها قناة الرافدين الفضائية. بعد الفاصل ننتقل إلى تويتر. اليوم العالمي للسرطان هو الهاشتاج الذي يعني وجد الكثير من الصدى والأثر والتغريدات في موقع تويتر، كتابة وقراءة. الآن نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي كتبت وذيلت بهذا الهاشتاج. يكتب دكتور فريد في اليوم العالمي للسرطان تحية لجميع المصابين بهذا المرض الخبيث والذين يصارعونه بكل شجاعة، كما ونطلب لهما الشفاء على أمل أن تساعد الدراسات العلمية المكثفة التي تجرى لمكافحة كورونا بفتح الباب لإيجاد لقاحات ضد السرطان في المستقبل القريب. إلى تغريدة ثانية وهي لمحمود الذي كتب لمحاربي السرطان أنتم قدوة ومثال للصبر والقوة والتحمل النفسي والجسدي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم شفاءً لا يغادر سقما. أخي لا تتهاون بإجراء الفحص الدوري لمرض السرطان. اليوم العالمي للسرطان. الآن إلى تغريدة ثالثة وكتبها دكتور عادل، يقول اليوم هو اليوم العالمي للسرطان، وأهم نصيحة في هذا اليوم هي الذهاب للكشف المبكر، لأن أغلب السرطانات ما فيها أعراض، فتكتشفها مبكرا يكون علاجها أفضل. في التغريدة الأخيرة ملك تكتب في اليوم العالمي للسرطان الرحمة لكل من هزمهم هذا الخبيث والقوة لكل الناجين. الفحص المبكر حاسم للعلاج والتعافي السريع. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام فقرة تويتر، والآن ننتقل وإياكم إلى فقرة القصص المنوعة. أولى القصص التي بحوزتنا في هذه الحلقة من تواصل دوت كوم هي لطفلة سورية تنام بالعراء. تعرفوا إيش الأسى؟ هذا هو الأسى، هذا هو القهر. وعلى الطفل الصغير شوف على حال جراباته جريها جسمه من تعب والبرد، شوفوا كيف نامت بعد ما دمرت خيمتهم وضربت خيمتهم. هذا هو وضعنا، هذا وضع النازحين ووضع الناس هون في إدلب بشكل عام. طفلي ما هي ميتي لا أبدا، وإنما نايمي من البرد، والبرد والشيء اللي عاشوه هون بشكل عام. شوفوا وضع الخيام اللي انكشمت، وضع الخيام يلي دمرت. في هذا مخيم للنازحين بريف إدلب، مأساة ومعاناة حقيقية عم يعيشوها الناس هون. وإنما للطفلي يا خالتي شيليها. حسبي الله ونعم الوكيل. قالت وين خيمتكم؟ الله يفرج عنكم يعني. شوفوا هاي مدفأتهم شو صار فيها. نبقى مع المعاناة السورية. مذبحة حماة مجزرة صنفت الأعنف في تاريخ سوريا الحديث. عبر نون بوست نشاهد الفيديو. كل البالغين من عمر 11 سنة، من الذكور إلى عمر تقريباً 60 أو 70 سنة،
ورموهم كلهم، أطلقوا عليهم النار بالمجمل، لكن دون أن يعني إنه ينهوهم تماما، فكانوا يتخبطوا بالدماء. الآن إلى مسن بريطاني يجمع التبرعات لمحاربة كورونا، لكنه توفي بذات الفيروس. Will continue up and down here after my birthday, and I see just I'll keep on going whilst people are still contributing to the National Health Service. تذكروا دائما لا يبقى إلا العمل الصالح. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من تواصل.com. ظلوا دائما في رعاية الله.